تحت رعاية المطران ويليام الشوملي مطران الشباب، أقيم يوما احتفاليا للشبيبة الطالبة المسيحية لفئة الجامعيين والعاملة. وبدأ اليوم بقداس احتفالي في كنيسة البشارة في بيجالة الذي ترأسه المطران الشوملي بمشاركة الأباء بشار فواضلة المرشد الروحي للشبيبة المسيحية في فلسطين، والأب جوني أبو خليل، والأب سهيل فاخوري، والأب ريمون حداد، وبحضور الشمامسة من المعهد الإكليريكي وعدد كبير من الشبيبة التي اتخذت يسوع الملك عيدا وشفيعا لها لهذا العام. أدعو كل الشبيبة أن تلتزم فعلا بالأخلاق اللي يوصينا به السيد المسيح، التواضع، المحبة، التسامح، التقوى، العدل، الرحمة، كل هذه الصفات هي من أخلاق السيد المسيح. ولما الشاب يعيش هذه القيم الأخلاقية هو يكبر وينمو ويسهم في بناء مجتمع صالح. وعليه تقوم الشبيبة بالاحتفال على مدار شهر تشرين الثاني بعيد يسوع الملك لكل الفئات العمرية في كل الرعاية الكاثوليكية في الضفة الغربية والقدس وغزة. وفي آخر الشهر تحتفل الأمانة العامة للشبيبة بالاحتفال المركزي لكي تنتهي بسنة وتبدأ بسنة جديدة. وكان يوما حافلا للشبيبة حيث النشاطات واللقاءات والدعوة إلى نشر كلمة الله بين الشبيبات من خلال الأعمال والخدمة والتطوع في هذه السنة، سنة الرحمة. اليوم عندنا النشاط الرابع خلال سنة الرحمة اللي حضرنا له من قبل شهر تقريبا، لنحضر هذا اليوم ونجمع هذا العدد الكبير. عندنا تقريبا ما يقارب 260 شخص جاي من كافة الرعاية في فلسطين والقدس، الضفة والقدس. واليوم كان موضوعنا عيد يسوع الملك. طبعا هذا الموضوع النشاط الرابع في هاي السنة، كان عندنا نشاطين غير مخيم الصيف، وهذا النشاط الرابع ختام للسنة وختام لعيد يسوع الملك لكل الفئات. تجمعات هاي هي بتغني أول إشي كل واحد، كل شاب بيجي عليها، إغناء في التعارف على شباب آخرين موجودين برعاية تانية هم بنفس الحركة تبعت الشبيبة، وفي نفس الوقت هي بتغنينا نحن كشبيبة نحن في الأرض المقدسة، لأنه بدون ما يكون في هناك شباب في المستقبل ما في هناك كنيسة. فإحنا ما حدول الشباب، نحن بنشوف أمل الكنيسة موجود. دعوتي لكل الشباب اليوم هي دعوة لإلي شخصية، أول واحد دعوتي أنه خلينا نتشجع شباب وننطلق من جديد، الانطلاقة فيها مرحلة وفيها حياة جديدة وفيها ولادة جديدة. كتير كان حلو، خصوصي أنه هاي السنة كمان شاركت في طلعة بولندا، كمان لقاء البابا كان كتير مشوار حلو وخبرة حلوة، وتعرفنا على ناس جداد، يعني إشي بيزيد الإيمان كمان وبيقربنا من ربنا. الخبرة هي في نهاية سنة الرحمة اللي بحب أنقلها لباقي الشباب هي رحمة ربنا، إنه كل واحد يختبر رحمة ربنا بسر الاعتراف، إيماننا يزيد، نمشي بطريق ربنا، لأنه عالم اليوم كتير صعب، ونكون شهود للمسيح في مجتمعنا الفلسطيني. وبعد يوم حافل اختتم هذا اليوم بحفل في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم بمشاركة فرقة الرعاة للترانيم الدينية للنورسات مارلين الحدوة بيت لحم.